السلام عليكم أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. اليوم حبينا نشرح موضوع بشكل مبسط اللي هو خاص بالداون سكيلينج. أكيد أي شخص مهتم بعلم المناخ والتغيرات المناخية لابد ما يعرف موضوع تصغير النطاق. تصغير النطاق يسموه الداون سكيلينج. على هن عندك أنت هناك عدة طرق أو أبروش أو مثل تسوي بها الداون سكيلينج. أهم ثلاث طرق واللي هنا موجودات بصورة عامة فقط هذول الثلاثة اللي هو الستاتستيكال والدايناميك والهايبرد. نجي هسه راح نوضح واحدة واحدة بالتفصيل حتى أنت تعرف شنو هذا النوع شنو هذا النوع شنو هي البرامج الخاصة بهذا النوع البرامج الخاصة بهذا النوع وين نستخدمهم بشكل تفصيلي. نمشي على نوع نوع. النوع الأول اللي هو احنا شنو نسميه الستاتستيكال داون سكيلينج. هذا طبعا بالمناسبه هو شنو الداون سكيلينج بصوره عامه؟ يقصد بالداون سكيلينج بصوره عامه انه اني اسوي عمليه تحجيم او تصغير لنطاق الموديل المناخي الاوتبوت اللي مين جبناه من الجنرال سيركوليشن موديل. مو انا راح اسوي جنرال سيركوليشن موديل او احنا نسميه جلوبال كلايمت موديل وانزله من موقع الكابلت انتر كومبارجن بروجكت حسب اللي يا ريبورت انا اشتغل السادس الخامس راح احوله من الكروس سبيشال المن الى الفاين او التمبورال سكيل. تمام. فهسه نجي على وحده وحده. الفاينل سكيل يعني احوله من سبيشال ان تمبورال سكيل المن الى الفاينل سكيل. تمام عيني. نجي هسه هاي بصوره عامه كل دا يحكي الستاتستيكال داون سكيلينج هي طريقه نستخدمها حتى هي عباره عن طريقه احصائيه اكيد ريليشن شيب بتوين لارج سكيل كلايمت فاريبل اللي هن يحكي هنا فقط. بالمناسبة الستاتستيكال داون سكيلينج يحكي على المتغيرات الزمانية فقط ما يتناول المتغيرات المكانية يعني ما ياخذ سبيشال ياخذ فقط تمبورال. هاي الضرورية تنتبهوا لها. اكو داون سكيلينج يصير للسبيشال والتمبورال اكو شنو يصير فقط المن للسبيشال او فقط للتمبورال. فنلاحظ ان الستاتستيكال داون سكيلينج يسوي لك تصغير نطاق فقط المن للبيانات التمبورال البيانات الزمانية وليس البيانات المكانية اللي هي لاحظة سهنا دي يقول لك التمبرتشر البرسيبتيشن ات لوكال سكيل يحولها لوكال سكيل كلايمت فاريبل يحولها المن للرينفول شدتها انتنسيتي ويند سبيد سيل راديشن غيرها بالاعتماد انتبه يوزنج وات الاوبزورفيشن يعني الهيستوريكال اوبزورفيشن كلايمت. تمام. هاي اهم شيء تنتبه لها on large scale climate model output. This method تعتبر هي كفوءة وكان produce long term يعني تنتج لك بالسنوات طويلة الأمد وتلتقط لكن هي ما تلتقط كل التغيرات variability of climate system. الدايناميك داون سكيلينج مثل هاي الطريقه حتى تسوي لك داون سكيلينج ما تحتاج مثل هاي الطريقه كلايمت فاريبل متغيرات مناخيه او احنا نسميها اوبزرفيد كلايمت فاريبل. لا ايش تحتاج من عندك؟ تحتاج من عندك هاي الطريقه لازم توفر لها ريجنال توفر لها ريجنال كلايمت ميثود موديل. يعني صراحه تستخدم البلدان المتقدمه اللي هي البلدان الاوروبيه وغيرها صراحه نوضحها بالتفصيل. تحتاج ريجنال كلايمت موديل حتى تسوي لك المن سيموليشن المن للعمليات الفيزيائيه اللي تحدث باللوكال سكيل. يعني شنو معناها العمليات الفيزيائيه؟ يعني تسوي لك حتى تقيس لك الفاريابيلتي بالكلايمت سيستم مو فقط زماني وانما مكاني. يعني مثلا التغير باللاند كفر التغير باللاند يوز التغير بالسويل ماب. فحتى تسوي لك داون سكيل انك ما يصير توفر له بيانات فقط زمانيه او بيانات متعلقه بامطار وكذا يعني احنا نسميها هيستوريكال اوبزرفيد كلايمت داتا. لا تريد من عندك ريجنال كلايمت موديل مناخ موديل مناخي اقليمي خاص بمنطقتك حتى هي على اساسها راح تشتقلك من هذا الجلوبال على اساس المتوفر عندك ريجنال كلايمت جديد تشتغل انت عليه. تمام عيني. لكن هاي الطريقه تعتبر جدا اكسبنسيف لان تحتاج تقنيات عاليه وتتطلب لارج اماونت اوف كومبيوتيشنال ريسورس. الطريقه الهايبرد داون سكيلينج هاي طريقه متقدمه جدا. هاي تدمج لك بين الطريقتين بين الستاتستيكال داون سكيلينج وبين الدايناميك داون سكيلينج حتى تاخذ منها الفوائد انه تسوي لك تمبورال وتسوي لك السبيشال داون سكيلينج واكيد تاخذ الفوائد من كل نوع حتى تسويها. يعني هاي طريقه تشتغل باستخدام اللغات المتقدمه لغه الباثيون ولغه الماتلاب.
راح اوضح لك برسم اني. هسه لاحظ هنا هو منطق سمري يقول لك الستاتستيكال داون سكيلينج كومبيتيوشنال افيشنت، هو جدا كفو وكان بريديوس لونج تيرم. هاي اهم فقره كلايمت بروجكشن، يعطيك اسقاطات مناخيه لطويله الامد، يعني مثلا من 1900 وكذا الى 1000، يعني ل 100 سنه متقدمه فيوتشر او كذا. بينما الدايناميك داون سكيلينج شوي يوفر لك هاي ريزوليوشن، يوفر هاي ريزوليوشن يعني دقه عاليه جدا للكلايمت بروجكشن اللي نلتقطها بالفاينر سكيل سبيشال تمبورال فاريابيلتي. والهاي برد يجمع بين هاي الطريقتين. هسه راح اشوفك اني بشكل صور. لاحظ هسه انت عندك مو بالاول، نروح على تصغير النطاق ونختار الاميشن سيناريو. الاميشن سيناريو تدخلها على جلوبال كلايمت موديل، راح شو يسوي اللي هو يعطيني كلايمت بروجكشن، تمام؟ فيعطيني هاي الكلايمت بروجكشن عندي حسب شنو المتوفر عندي، متوفر اوبزرفيد كلايميت، اروح على الستاتستيكال داون سكيلينج. لاحظ هسه كاتب لك هنا اذا عندك الكلايمت بروجكشن عندك اوبزرفيد كلايميت تروح تسوي الستاتستيكال داون سكيلينج، لكن اذا كان عندك ريجنال كلايميت موديل متوفر عندك فتروح تسوي دايناميك داون سكيلينج. هنا بكل الحالتين طريقه داون سكيلينج، فهاي راح يسموها الداون سكيلينج كلايميت بروجكشن. لاحظ هسه راح هاي الصوره الثانيه، لاحظ هاي الصوره ملتقطه جلوبال بصوره عامه، متوفر انتك عندك ريجنال خاص لهاي المنطقه، تنطهي الريجنال راح يشتق لك على اساس الريجنال عندك ريجنال جديد. لاحظ هو هذا الدايناميك داون سكيلينج، فحتى هنا تستخدمه بالهيدرولوجي، يوضح لك اللاند الديم لاند كفر لاند يوز، الغطاء النباتي، التوبوغرافيه مال المنطقه، هذا ياهل يسوي لك اياها الدايناميك داون سكيلينج، تمام؟ لكن الستاتستيكال داون سكيلينج لا، يعطيك البيانات المتعلقه بالمناخ، يعني يسوي لك الها ريزوليوشن. هسه راح اشوفك وحده من عندهن، يعني حتى ان تكون واضحه امامك. هاي الصورة هنا أعزائي الباحثين دي توضح لك الستاتستيكال داون سكيلينج، دي يسوي لك من الجلوبال كلايمت موديل يعطيك مناخ إقليمي أو لوكال سكيل أو إحنا يسمونه ريجنال سكيل باستخدام طريقة تصغير النطاق الإحصائي الستاتستيكال داون سكيلينج حتى يعطيك المتعلقات المتغيرة بالتغير الزماني هي انتنسيتي. لاحظ هنا شو ينطيك، لاحظ انتبه على هاي العبارة اللي انطيتك إياها أنا بالبداية، بداية الموضوع لاحظ. لاحظ ان الستاتستيكال داون سكيلينج شبيه ياخذ العلاقه بين اللارج سكيل كلايمت فاريبل اللي هي التمبرتشر انتبه والبريسيبيتيشن والبرجر اند يطيل العلاقه للكلايمت فاريبل المتعلقه بالرينفول انتنسيتي وند سبيد، تمام؟ هاي بالاستناد للبيانات التاريخيه. لكن لاحظ الدايناميك داون سكيلينج ايش ينطيك، يتعامل مع السيموليشن الفيزيك بروسيس اللي تحدث على يعني انه يعطيك اياها اللي باللوكال سكيل such as الكونفكشن الانتقال الحراري الراديشن الاشعاع اند اللاند اتموسفيرك انتركشن والتفاعلات الجويه اللي يعني هذا جدا متقدم ويعطيك اياها من هاي ريزوليوشن عالي. هسه راح اوضح لكم ايضا ضمن هذا الكتاب انا انصحكم تحملونه مجرد ما تكتب الريفيو يمكن اسم العنوان مالته الريفيو اوف من اليو اس اي دي من يعني منظمه الامم المتحده خاص ريفيو اوف داون سكيلينج ميثود فور كلايمت تشينج بروجكشن، شلون نسوي داون سكيل للبيانات او المتغيرات المناخيه الاسقاطات المتغيرات المناخيه كلايمت تشينج بروجكشن. دي احكي لك الطريقه اللي هي الدايناميك والدايناميك داون سكيلينج غيرها. لاحظ هذا بصوره عامه هذا الجلوبال كلايمت موديل، هذا جلوبال كلايمت موديل او جنرال سيركوليشن موديل. انا شنو اريد؟ انا ما اشتغل على هذا النطاق، لازم احاول فقط اخذ تاثيره على منطقه دراستي. فشنو اسوي له؟ اسوي له تحجيم او تصغير. لاحظ هنا هسه الدايناميك داون سكيلينج، لاحظ هنا وفر ريجنال بروجكشن وهاي هنا بيقول لك ان المتغيرات الموجوده يعطيك الهيدرولوجي، يعطيك الفيجيتيشن، التوبوغرافي الى ان سلطت بالنهايه على اليمن على منطقه الدراسه اللي خاصه بيك. بس لازم شو توفر له؟ مو توفر له بيانات تاريخية، توفر له ريجنال كلايمت خاصة بمنطقة دراستك، تمام؟ وهذا هنا الدايناميك داون سكيلينج توفر له بيانات تاريخية. لاحظ هنا على الجانب موفر له مثلا المين انوال تمبرتشر وهكذا. الانسرتينتي اي نعم يعطيك الداون سكيلينج انسرتينتي، اصلا انت موديل عن موديل تستخدمه يعطيك انسرتينتي. والدليل لاحظ هسه اني راح انزل لك على اول وحدة الداون سكيلينج دايناميك داون سكيلينج
لاحظ احنا انا هاي الموديلات اللي ممكن تستخدمها انت، نبدا من الموديلات اللي تستخدمها انت بالدايناميك داون سكيلينج اللي يحتاج اذا تنتبه المكانات اللي يستخدموها بي وين، اوروبا ساوث امريكا، لاحظ البلدان المتقدمه جدا بحيث يكون متوفره بيها الريجنال كلايمت موديل. تمام عيني؟ فيعطيك هاي نبذه من البرامج يعني اللي تستخدمها انت ممكن بالهذا. ان هنا البروجكت يا برنامج هذا الاول اللي هو معناها بريدكشن، هذا الاختصار مالته بريدكشن اوف ريجنال سيناريو اند انسرتينيتي اوف ديفينيشن اوروبيان كلايمت تشينج ريسك اند افكت. هذا من كذا سنه الى كذا سنه يشتغل، هذا شنو يوفر لك هاي ريزوليوشن كلايمت تشينج سيناريو، شنو اسمه الميثود مالته بهاي الطريقه يشتغل اللي هي احنا نسميها 8 ريجنال كلايمت موديل. اذا ايش يحتاج؟ اذا انتبهت يحتاج مناء يعني موديل مناخي اقليمي، وهاي لاحظ اللي بعدها ريجنال كلايمت موديل، يعني كل ما يحتاج بيانات تاريخيه خاصه بالمتغيرات المناخيه يحتاج ريجنال كلايمت موديل كامل يلا يشتقلك من الجلوبال كلايمت موديل. لاحظ لا تنتبه 6 ريجنال كلايمت موديل 5 ريجنال كلايمت موديل. تمام؟ وانتبه الدوله اللي يشتغل عليها وين، ريجنال كلايمت موديل، ريجنال مولتي ريجنال كلايمت موديل، دايناميك اند ستاتستيك. هذا البرنامج الاخير. لاحظ الستاتستيكال داون سكيل اللي احنا شو قلنا شنو نوفر بيه؟ اوبزرفيد كلايمت يعني بيانات تاريخيه، حتى هو يعطيني يسوي لي داون سكيلنج للبيانات اللي عندي. والداون سكيلنج ما يولد لك ترى للمستقبل، وانما فقط يسوي تحجيم بهذه البيانات مكان ما انه على شكل جلوبال يحولها الى شكل لوكال. فنجي شنو يشوف؟ لاحظ البيانات المستخدمه المجموعه هاي عباره عن مجموعه من الموديلات المستخدمه اللي تستخدمها انت. اللينير عندك اللينير ميثود بها عده طرق ممكن تستخدمها، ادفانتج الفوائد مالتها، وعندك الوذر كلاسيفيكيشن حسب تصنيف الوذر كلاسيفيكيشن شنو عندك تصنيفه سبيشال اور تمبورال، هاي عندك عده طرق. وعندك اكثر طريقه شائعه بالاستخدام اكثر طريقه هو الوذر جنريتر مولد الطقس اللي هو ايضا بمولد الطقس المكاني ومولد الطقس الزماني سبيشال اند تمبورال. البرنامج الشائع المعروف هو لارس وذر جنريتر، مارك سيم وذر جنريتر للجلوبال كلايمت موديل، اتش ام او ان اتش ام ام ايضا اختصار هذا. وعندك عديد من البرامج كثيره جدا نسميها احنا مولدات الطقس العشوائيه. اذا خلينا نوضح انه مولد الطقس هو عباره عن برنامج يستخدم لعمل داون سكيلنج وتوليد بيانات مستقبليه. نجي نلاحظ هذا المقارنه اللي يقول لك المن يستخدم دايناميك داون سكيلنج ستاتستيكال داون سكيلنج. لاحظ اذا يقول لك هاي مونثلي كذا، شوف انا احتاوديك على اخر وحده الابلكيشن. لاحظ وين الدايناميك داون سكيلنج يستخدم للكونتري او ريجنال ليفل للبلدان او يعني المستويات الاقليميه اللي هي وين باوروبا الاسايمنت، حتى تلاحظ السيجنيفيكانت جوفرمنت سبورت، يعني هو بالمناسبه هذا الريجنال كلايم يتوفر من قبل الحكومات الدوليه. لكن انت اذا ما عندك تروح على الستاتستيكال داون سكيلنج. هذا شو يشتغل؟ مولد طقس وذر جنريتر مولد للطقس هذا يشتغل. تمام؟ هذا لا ايش تعرف من عنده الريجنال ليفل المستوى الاقليمي يوز فور جروب يلد ووتر اند اذر ناتشرال ريسورس موديلنج اند مانجمنت. هذا يستخدم بالفيوتشر بلاننج باي جوفرمنت. تمام؟ هذا دلتا اور تشينج فاكتور ميثود كان بي ابلايد حتى ادبشن الاكتيفيتيز. وهاي الامباكت استدير الدراسات اللي يعني الها بتتضمن عده جيوغرافيك اريا. تمام عيني؟ هاي مجرد انه الابلكيشن اللي خاص بيها. فاغلب الاستخدامات للداون سكيلنج هو ستاتستيكال داون سكيلنج. لكن انت اذا يعني صراحه بين قوسين انت انتبهتوا انه قاره اسيا كلها بتستخدم فقط داون سكيلنج، لان الدايناميك داون سكيلنج تقريبا ما مشموله بيه، ولا لاحظت من خلال الموديلات الموجوده ما واحد من ضمنهم هو خاص بقاره اسيا. ممكن للمستقبل انه تدخل على حسب هذا تبقى الريموت سنسنج متعلقه بها بالجي اي اس وغيرها وهذه الامور. ان شاء الله تكون هاي المحاضره واضحه لكم وانت قدرت تفرق بين انواع الداون سكيلنج اللي هي طرق التصغير النطاق او طرق التحجيم واستخداماتها. وبالمحاضرات القادمه راح نوضح طريقه من الطرق اللي هي الستاتستيكال داون سكيلنج، شلون استخدم اني مولدات الطقس العشوائيه واولد اسوي تصغير للنطاق واتاكد من عنده اسوي لي ايفالويشن وبالتالي اولد بيانات مستقبليه خاصه بالوذر اللي هي تشمل بريسيبيتيشن
temperature max and minimum related to humidity, solar radiation وغيرها. لهنا محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، اللي هي خاصة بالداون سكيلينج والطرق مالته اللي هي statistical dynamic and hybrid. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلونا على القناة. لا تنسون دعمنا بدعم زملائكم الباحثين والاشتراك بالقناة حتى يرتفع عدد المشاهدين للقناة، وبالتالي هذا يكون تشجيع أن نستمر ننشر هذه المعلومات الخاصة واللي تفيد الباحثين وطلبة الدراسات العليا. نلتقي بكم إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.